وعن أبي جحيفة أنه تجشأ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجشأ وهو الصوت الذي يخرج بعد امتلاء المعدة بالطعام، اللي بنسميه بالعامية إيش؟ بالدرع. فهذا التجشؤ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقصر من جشائك، يعني لا تكثر من هذا الجشاء، وعدم الإكثار يلزمك أن لا تكثر من امتلاء المعدة بالطعام، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. فالذي كان دائما يشبع بطنه هذا معرض أن يبتلى بالجوع يوم القيامة. طب لما؟ سوف يأتي معنا أنك كلما ازددت شبعا أو شبعا فأنت مطالب أن تزداد طاعة وقربة إلى الله. فهذا الطعام الذي تأكله لابد أن تعطي شكره، وإلا كان حجة عليك يوم القيامة. فقال أبو جحيفة عندما روى هذا الحديث، قال: فما شبعت منذ 30 سنة. منذ 30 سنة لم يشبع ولا مرة. لما سبق؟